لنتابع وإياكم تفاصيل هذه الجولة، الجولة التاسعة، اللقاء الذي يجمع بين فريق شباب السوالم الرياضي والذي يستقبل من خلاله فريق رجاء الرياضي. واحدة من المباريات التي تأتيكم من هنا من ملعب البشير بمدينة المحمدية. كل جنبات هذا الملعب ممتلئة عن آخرها، وبالتالي الاستعداد من أجل خوض غمار التباري والتنافس اللي غيدوم 90 دقيقة. غرفة الفار هنالك محمد بلوط بمعية عبد الرحيم الرخيص. نتمنوا أننا نشوف أيضا اللاعبين على مستوى الملعب يقدموا كل ما لديهم إمتاعا للجمهور الرياضي الكريم. أعطيت في هذه اللحظات انطلاقة هذه المقابلة. رجاء الرياضي بالقمصان الخضراء المعتادة الرسمية من يسار إلى يمين السادة المشاهدين. فريق شباب السوالم الرياضي يلعب بالقمصان الأزرق من يمين إلى يسار السادة المشاهدين. كرة مرة ثانية لصالح فريق رجاء الرياضي مجال يسرى، الاعتماد على الانطلاقات لكيشيو من الجهه اليسرى بهدوء، دخول داخل منطقه الجزاء تصويبا ادام النفاتي. هشام العلوش على مستوى التصدي، وبالعماري اللاعب اللي حاول ما امكن انه يدخل بالكره. لاحظوا هنا الانطلاقه الهجوميه، التمريره ديال لاعبي فريق الرجاء الرياضي داخل منطقه الجزاء. ميري سيفا اللي حافظ على الكره، يراوغ هذا عبد الواحد حاسي، تمريره اماميه، فرصه محاوله صويبه، تمريره داخل منطقه الجزاء، ولكن رايه مرفوعه من الحكم مساعد. كانت واحده من ابرز المحاولات، يعني تسلل كيقول الحكم في الوقت اللي انطلاقه هجوميه، دخول داخل منطقه الجزاء والاعتماد على التمرير عوض التصويب. لاحظوا هنا الطريقه اللي جات من خلال العمليه الهجوميه، هذه اللقطه هذه اللي جات من خلال الفرصه هذا التمريره ضايعة. هذه الكرة تعود لعبد الواحد حاسي، انطلق خطأ على مستوى التمرير، هجمة مرتدة مضادة تنطلق بهذا الشكل، عبد الواحد حاسي تصويبة أمامية، زاوية يقول الحكم لشباب السوالم الرياضي. الأخطاء على مستوى التمرير، يريد أن يستفيد منها عبد الواحد حاسي. رفع الكرة على يسار الحارس أنس زنيتي، تنفذ في القائم الأول، رأسية داخل منطقة الجزاء مباشرة إلى خارج الخط الخلفي للملعب، ضربة مرمى يقول الحكم. لاحظوا الإعادة، هجمة مرتدة مضادة، انطلاقة من جانب دومينغو، يلعبها في اتجاه زريدة، زريدة حافظ على الكرة ديالو، انطلاقة في خط الوسط رجوية، زريدة يحافظ على الكرة، المرور كيراوغ، تمريرة في اتجاه أولو نزل الكرة أمامية. انطلاقه هجوميه من جديد للرجاء، جهه اليسرى فارغه، بالعمري كيتمكن من الكره ديالو، تمريره داخل منطقه الجزاء، فرصه، كره ممتازه، والحارس هشام العلوش يتالق، هشام العلوش يتالق ويزيح الخطر امام دومينغو العنيد، امام دومينغو الذي يلح على تسجيل هدف. كره كان بالامكان ان تكون في المرمى، كان بالامكان ان تكون في الشباك. العلوش استعصد امام دومينغو، امام اللاعب الذي يبحث عن الخط الهجومي. لاحظوا الكره كيف كانت، كيف لعبت، ولكن في اخر المطاف العلوش ما كان المناسب. بالعمري في التمرير وفي التصويب كان هنالك دومينغو في محاولتين اثنتين. كره في اتجاه اولو، رجع المقدمه، مقدم اختار كره في اتجاه ادم نفاتي غير تماما الجهه اليسرى في اتجاه بالعمري انطلق بالكره ديالو، هنا محاوله، هنا فرصه، ادم نفاتي لصابر بوغرين، هنا التمرير والكره مباشره خارج الخط الخلفي للملعب، وبالتالي زاويه، لكن الحكم يرسل طرفين الى المستودع الملابس معلنا على نهايه تفاصيل الشوط الاول. بالنتيجه المتابعه واللي تابعناه واياكم في هذه الجوله الاولى، البحث عن التهديف، البحث عن التسجيل، البحث عن وضع الكره في المرمى، صفر مقابل صفر. اذا تاتي في هذه اللحظات صفرة انطلاقه الشوط الثاني من عمر هذه المقابله. محاولات من جانب عناصر ديال فريق رجاء الرياضي على مستوى خط الوسط، بناء العمليه الهجوميه، محاوله رجويه عن طريق مقدم كينطلق، كره مباشره الى خارج خط الجانب الملعب. نفاتي حافظ على الكره ديالو، انطلاقه هجوميه لرجاء الرياضي، تمريره داخل منطقه الجزاء، راسيه دومينغو يرفع هذه الكره بالراس ديالو، الحارس العلوش في المكان المناسب،
تمريره جانبيه كانت مؤطره من ادم النفاتي اللي كان في المكان المناسب، القراءه ديالو كانت سليمه، لعلوش ينقذ مره اخرى مرمى فريق شباب السولم الرياضي. يصمدون عناصر فريق شباب السولم لكن هذا الضغط الرجاوي مستمر، هذه المحاولات الرجاويه مستمره، كره من جانب من زكريا الوردي، البحث عن التمرير تعود من جديد لزيلا، اختيار الجهه اليسرى والاختراق الان داخل منطقه الجزاء، فرصه للتصويب، ماذا يقول الحكم؟ مخالفه لصالح فريق شباب السولم الرياضي. نصف ما يحدث على مستوى رقعة الميدان في مباراة الصفر مقابل صفر. الحل على مستوى التهديف لازال غايب، لازال غايب. شوف هنا الطريقة والمحاولة اللي جات على مستوى الشق الهجومي. شوفوا هنا هادو مترابطه صغيره، كره ملعوبه الان من الجهه اليمنى، تمريره داخل منطقه الجزاء، فرصه محاوله انزال كترجع من بوركسوت كما مرر التصويبه ديال زكريا الوردي، الانزال على مستوى خط وسط. هذا من نفاتي، يسري بوسوق، هذا بدوي، تمريره جانبيه، محاوله، فرصه ومباشره صوب الحارس. لاعبين ديال فريق الرجاء كيطالبوا بضربة جزاء، هناك سقوط ديال جوج ديال اللاعبين داخل منطقة الجزاء. يعني نشوفوا هنا الطريقة اللي جات من خلالها التمريرة الجانبية، المحاولة بهذا الشكل، هنا غنشوفوا اللقطة، كرة تلعب بخط الأمامي بين العملية الهجومية، الجهة اليسرى في اتجاه بولكسوت، بولكسوت ماذا يفعل؟ يحافظ على كورتو، يختارها داخل منطقة الجزاء، راسية مباشرة صوب الحارس، زكريا الوردي كان في المكان المناسب، لعب الكرة ديالو بالراس، بحث على تمرير الكرة بشكل جيد نحو المرمى، كرة مباشرة إلى خارج الخط الجانبي. في هذه اللحظات مشاهدي الكرام يعلن حكم البوجه البارودي نهاية هذا اللقاء عن الجولة التاسعة بتعادل صفر مقابل صفر، وبالتالي اقتسام النقاط بين الطرفين.